لقاء اليوم هو لقاء يجمع البنك الاهلي امام نادي المصري البورسعيدي. نتمنى بمشيئه الله الاستمتاع والامتاع بكل لحظه بكل ثانيه من عمر هذه المباراه. وقبل الخوض في لقاءات اليوم اتقدم بالتهنئه للشعب المصري العظيم بمناسبه عيد تحرير سيناء. كل سنه وبلدنا ام الدنيا بخير، كل سنه وشعبها العظيم شعب كبير وشعب جميل، كل سنه ودايما بلدنا ام الدنيا في امن وامان وسلام ورخاء بمشيئه الله. تحيا مصر ويحيا شعب مصر العظيم. اعزائي المشاهدين، مباراه اليوم البنك الاهلي مشاهدينا المنتشي بالفوز في اخر جولتين في الدوري، فوز على طلاع الجيش 2-0 وفوز على الحرس بهدف واحد مقابل 0. اما النادي المصري الجريح بعد هزيمته في الاسبوع الماضي في ديربي اقليم القناه امام نادي الاسماعيلي 1-2، وكل فريق في هذه المباراه يسعى من اجل الفوز، الفوز ولا بديل سوى الفوز. البنك الاهلي من اجل الابتعاد رويدا رويدا من الهبوط الى دوري الدرجه الاولى، والنادي المصري من اجل الاقتراب ومن اجل الدخول في المربع الذهبي. نتمنى بمشيئه الله كل التوفيق للناديين والمتعه تكون حاضره النهارده في هذه المباراه. البنك الاهلي النهارده على الورق وطريقه لعب 4-2-3-1، محمد ابو جبل حارس مرمى، باك يمين اسامه ابراهيم، باك شمال اسحاق يعقوب، على حساب اللاعب الجزائري وهو اللاعب ابو بكر اللي النهارده موجود بره على الدكه. انطلاقه الامام، محاوله خطيره جدا ولكن دفاع ممتاز، تصل جريندو، هوبا تسويبه قرباجيه شكلها حلو، تسويبه جميله قويه قرباجيه بقدم النجم الجزائري عبد الرحيم دغموم، ولكن تعدي بسلام وامان على مرمى الحارس محمد ابو جبل. حسين السيد لما بيكون موجود في الجبهه اليسرى اكيد وبكل تاكيد النسر الاخضر بيكون شكل تاني وتحركات تانية حلوة. الباصة محمود السيد، الكرة الطولة جميلة، محمد هلال باصة جملة، تحرك روعة بتلقى خطورة، ولكن ممتاز عصام ثروت يطلع كورته ويقوم ويحل المشكلة. تماس ركنية بقدم التونسي الياس، رجع حوالي ترجع لعمرو موسى أمامية، هو بتصوب القرمجية ولكن علي عليت بقدم حسين السيد، تصوب شكلها حلو ولكن تعدي بسلام وامان على مرمى الحارس محمد ابو جبل. الدور الاول بقول لكم انتهى اللقاء بالتعادل السلبي. نادي المصري طبعا اللي وصل وتاهل لدور الثمانيه لكاس الرابطه يستعد لملاقات نادي الاسماعيلي وهذا اللقاء السبت القادم باذن الله. كره طويله خطيره كريم بامبو ولكن الدفاع والتاكلنج بقدم اسلام ابو سليمه. لعب 25 مباراه لم يغيب عن اي لقاء في الدوري وصنع مع الفريق هدفين. عرضيه هوبا المهاره على طول كريم بامبو، كريم عدى كريم خطير كريم والهدف مش ممكن يا كريم، عمل كل حاجه عمل كل حاجه الصعب عمله، عدى من واحد عدى من التاني ولكن اللمسه الاخيره تعدي بشكل غريب وتعدي بشكل عجيب. قلت لكم يا ساده كريم بامبو لعيب ممتاز يصنع الفارب، قدرات فنيه على اعلى مستوى ومن انصاف فرص يعملها ويجيبها. ادي العاده مره ثانيه اسحاق يعقوب وادي العرضيه ثم الاستلام والمهاره واللمه الحلوه وعلى طول عدى كمان من عصام ثروت ولكن تجلي في اللمسه الاخيره وتعدي بسلام وامان على مرمى النصر الاخضر. البنك الاهلي كان ممكن يولع المباراه ويسجل هدف التقدم في الدقيقه 24 ولكن اللمسه الاخيره تعدي بسلام وامان على مرمى الحارس عصام ثروت ولاعبي البنك الاهلي يطالبوا بركله جزاء ولكن تلعب بره ملعب. ضربه مرمى لصالح فريق نادي المصري. عمرو السعداوي كورته عاليه خطيره، الراسيه ممتازه، متابعه العراقي بلمسه تعدي جريندو خطير جريندو لكن في احضان الحارس محمد ابو جبل. وكان بدا مشواره على فكره مع الجونه. كرة طولة خطيرة كريم بامبو، الهدف الأول مش ممكن كريم، مش ممكن كريم بامبو
للمرة الثانية يظهر في الكدر، للمرة الثانية يهرب للدفاع، وللمرة الثانية يضيع هدف أكيد بالنسبة للبنك الأهلي. هذه الكرة الطولية ممتازة بقدم سعيد الصنبري، هرم بالدفاع بخبرة السنين وعدى كمان بمهارة فردية من حارس المرمى، والمتابعة بقدم بامبو بامبو بامبو، ولكن بامتياز يطلع على طول قلب الدفاع إسلام أبو سليمة، يطلع كورته منين؟ من على خط المرمى للهدف، الهدف الثاني بيضيع لفريق البنك الأهلي بقدم النجم المتألق الخطير حتى الآن كريم بامبو. الياس الجلاصي، مروان حمدي، مروان لسه، مروان تصويبة، يا الله تصويبة قوية من زاوية صعبة، ولكن حظك حلو يا جباسكي، جت في جسمه ثم في القائم وترجع مرة تانية في أحضان محمد أبو جبل. طبعا كان في دقيقة حداد قبل بداية المباراة، وادي حكمنا بالصفر الآن بنهاية الشوط الأول في لقاء البنك الأهلي والمصري، اللقاء المؤجل من الجولة رقم 23. الشوط الأول ينتهي مشاهدينا بالتعادل السلبي بدون أهداف. مشاهدينا بشكركم، استراحة ثم نعود، فإلى اللقاء. أحييكم من هنا من استاد برج العرب. الشوط الثاني بدأ الآن، عمرو والكرة الطولية عالية لبسوني، دفاع من عبد الرحيم، لسه عبد الرحيم، عدى عبد الرحيم، عبد الرحيم خطير، عبد الرحيم والعرضية، ولكن بره الملعب، وبره الملعب ركنية. نادي البنك الأهلي تعادل في 8 لقاءات من المشاهدين، 3 مرات تعادل سبب من قبل، الركنية العرضية، متابعة تعدي، يا الله مش ممكن مش معقول، الركنية الساحرة والعرضية الجميلة جدا، ولكن تعدي من قدام قدم أبو سليمة، يا الله يا الله يا الله، أدي الإعادة مرة تانية، بص العرضية حلوة إزاي بقدم الياس، ثم الراسية روعة من على طول جريندو، ولكن تعدي من قدام قلب الدفاع إسلام أبو سليمة. إسحاق يعقوب تترد من عبد الرحيم، قطب عبد الرحيم، تصل مروان حمدي، مروان رجله جامده قصويب، ولكن في نص المرمى. وطبعا يمكن البنك الاهلي في اخر 6 لقاءات فاز في 3 وخسر 3 وسجل 7 ودخل مرمى 6 اهداف، تحسن كبير بعد ما كان تقريبا من 7-8 اسابيع ماضيه بيحتل مركز اخير، ولكن حاليا وصل للمركز رقم 15. ولكن النادي المصري في اخر مباراتين تعادل وهزيمه. تصل على طول ناحيه الياس، لسه مع كره الياس، الكره الطوليه اسلام عطيه خطيره، تعدي، ولكن الدفاع من لعيب البنك الاهلي بقدم محمود الجزار، راسيه عبد الرحيم، وتصويبه كرباجيه، ولكن عاليه وبعيده. ليه على طول ازيميكا، الكره الطوليه عاليه، اسلام عطيه بتخطر، اسلام اسلام بلمس والهدف، ولكن تعدي تلعب بره. الياس عرضية، عبد الرحيم يطلع كرة عالية خطيرة راسية حلوة، ولكن تعدي طلعت برا. انطلاقة من الهلال، الكرة الطولية حلوة خطيرة، منتهى الخطورة، كريم عدى، هرب كريم والسقوط والعرقلة، وحكم اللقاء يديها مشاهدينا ركلة جزاء لصالح البنك الأهلي. الباص جميل والتحرك روعة، وهرب من الدفاع، وهرب كمان من عمرو موسى الخطير النجم كريم بامبو، ولكن العرقلة. هذه العادة مرة تانية، بص الباصة حلوة ازاي من محمد هلال، والاستلام والمهارة والتحرك الطولي والسقوط والعرقلة، وحكم اللقاء قال لك مخالفة من خارج منطقة الجزاء، قال لك الفاول والالتحام من خارج منطقة الجزاء، ادي الاعاقة والعرقلة والقرار مظبوط. ادي العادة مرة تانية، لغى البطاقة الصفراء واداله البطاقة الحمراء، لغى البطاقة الصفراء وادى لعمرو موسى البطاقة الحمراء. محمود قعود، لسه قعود والتماس، كريم بامبو عدى كريم من اسلام، وتلاقي خطوره كريم بعرضيه خطيره وصدها حلوه، لسه في خطوره، اللمسه والسنده، هوبا التسويبه القويه، تعدي خطيره جدا، ولكن دفاع حديدي 100-100 من لاعب النادي المصري. لمحمد فتحي، الكره الطوليه عاليه خطيره، لقعود عرضيه خطيره، تعدي مش ممكن، بناء على اشاره من حكمنا الدولي الكابتن
امين عمر لمسه براسيه خطيره، قعود منطقه خطوره، العرض يتعدي والهدف مش ممكن، تعدى تلعب بره، يا الله على الخطوره، يا الله على الارضيه، يا الله على المتابعه بقدم محمد هلال، ولكن كالعاده يا سيده تعدي بشكل غريب وتعدي بشكل عجيب. اقول لك ايه واعد لك ايه، خلص الكلام خلاص، ادي العاده وادي الراسيه وادي العرضيه الساحره بقدم اللاعب محمود قعود، والمتابعه بقدم الحريف وهو النجم الكبير محمد هلال، ولكن يحطها فين؟ بره المرمى. محمد بسوني الهجمة، العرض الخطير الراسية تعدي متابعة، هوبا تصويب والصدة، يا الله تسلم موجود، تسلم موجود، يا الله على التصويبة، لسه يعقوبه والعراقي، يعقوبه العراقي، اسحاق وكريم عاوز يعدي اسحاقه، عدى وفات، عرضية خطيرة راسية، يا الله عالية وبعيدة. محمود الجزار على الأرض لبسوني، والحكم بيصفر بنهاية المباراة والتعادل السلبي. سيد الموقف في لقاء اليوم البنك الاهلي ونادي المصري بورسعيدي في هذا اللقاء المؤجل من الجوله رقم 23 من عمر اللقاء، تعادل 9 في الدوري للبنك الاهلي، والتعادل يعتبر رقم 12 بالنسبه للمصري. مشاهدينا بشكركم، تقبلوا تحياتي المعلق الرياضي محمد الكواليني، لكم مني كل التحيه، وفي الختام كل عام وحضراتكم بخير، وفي الختام احلى كلام وسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.